الرئيس السيسي يشهد افتتاح المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية. جريفيث يزور الرياض لبحث الأزمة اليمنية مع مسؤولي الحكومة الشرعية. احتجاجات في أوكرانيا على احتجاز روسيا 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث الأزمة. الثانية 12 ظهرا في القاهرة، 10 صباحا في غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية. حضر فعاليات المؤتمر رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير البترول والثروة المعدنية وعدد من وزراء الثروة المعدنية العرب، فضلا عن عدد من كبار رجال الدولة. يعقد المؤتمر على مدار 3 أيام تحت شعار الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي، بمشاركة عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسؤولين بالمنظمات والمؤسسات العربية. تسلمت مصر ممثلة في المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مسؤولية رئاسة المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح. وأكد الفالح على الروابط الاقتصادية والسياسية الفريدة بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد أهم تجمع عربي يهدف إلى تطوير قطاع التعدين ودعم الاستثمار التعديني في الوطن العربي. أن مؤتمرنا هذا هو أهم تجمع عربي يهدف لتطوير قطاع التعدين ودعم الاستثمار التعديني في الوطن العربي. ولا يخفى عليكم أن وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي مع تميز موقعه الجغرافي تمثل بعدا استراتيجيا مهما، لأن قطاع التعدين شريان يغذي الصناعات الأساس والصناعات التحويلية التي تدخل منتجاتها فيما يكاد يكون جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية. لذلك نحن جميعا مطالبون بمضاعفة الجهود لتنمية قطاع التعدين والتعاون على ذلك، وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لنموه وتوسعه وتعزيز التكامل العربي. وعقب تسلم مصر رئاسة المؤتمر، أكد وزير البترول طارق الملا في كلمته أن مصر تتطلع لمشاركة التعدين في الناتج القومي بنسبة 2% خلال 5 سنوات. إن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورة حتمية في مصر وجوارها العربي، فالتعدين من الأنشطة الكبرى والصناعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من القوى البشرية، ومن ثم يعول عليه في استيعاب العمالة وخفض معدلات البطالة في مصر ومحيطها العربي. وعلى ذلك فقد وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال 5 سنوات القادمة إن شاء الله كخطوة أولى. ولعل لنا قصة نجاح يمكن القياس عليها في هذا الشأن، حيث ساهم قطاع البترول والغاز بأكثر من 15% من الناتج. من جهته أشار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى أن معدل استهلاك المنطقة العربية للكهرباء يشكل تقريبا 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي، فيما تعتمد الدول العربية على البترول والغاز بنسبة 99% من إجمالي استهلاكها لمصادر الطاقة وفقا لإحصائيات عام 2017. على مصادر الطاقة في تزايد مستمر على صعيد عالمي لمواكبة واحتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة، والمنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه، بل أن معدل الطلب على الكهرباء على سبيل المثال فيها يشكل حوالي 3 أضعاف المعدل العالمي.
أن الدول العربية تعتمد اعتمادا شبه كاملا على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكل هذان المصدران حوالي 99% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2017. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور شريف، بعد التحية، في رأيك ما هي أهم الأمور التي يجب على المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية أن يحسمها حتى تستفيد الدول العربية من الثروة المعدنية الموجودة على أراضيها والتي لم تعظم كثير من الدول الاستفادة منها بعد حتى الآن؟ الحقيقة أولا تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين. الحقيقة احنا يعني حتى الكلمات اللي احنا سمعناها أغلبها مركزة على البترول والغاز، في حين أن الوطن العربي لديه احتياطات كبيرة جدا 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 في مجال التعدين. يعني احنا بنتكلم خام الحديد، ونتكلم عن مصر كمان بشكل اكثر، الفوسفات، في نوعيات كثيره جدا تعتبر من الخامات التي تستطيع ان تضيف الى الاقتصاد القومي المصري والعربي لو تم استخدامها بشكل حديث وبشكل يتلائم مع التكنولوجيا الحديثه في هذا المجال. وبالتالي أنا الحقيقة بأرى أن هذا المؤتمر الهام جدا هو يجب أن يكون بداية لبحث ما هو خارج البترول والغاز. البترول والغاز خلاص معروف قيمته الاقتصادية، معروف تقريبا الاحتياطات الموجودة في كل دولة عربية شكل وإيه، معروف من يصدر ومن يستورد، والحمد لله رب العالمين أن مصر أصبحت الآن من المصدرين الغاز وليس المستوردين. في تكنولوجيات جديدة بالنسبة للبترول، بالذات أن هناك تكنولوجيا غربية بتقوم باستخراج، أنت عارف حضرتك آبار البترول لما بيتم إيقاف إنتاجها بيكون فيها من 30 إلى 40% من البترول، ولكن اقتصاديات استخراج هذه النسبة بتكون عالية بحيث التكلفة بتكون أكبر من العائد. لا، الحقيقة في تكنولوجيات حديثة الآن وصلت أنه يمكن أن تستخرج 100% من البترول، من آبار البترول، وبالتالي نستطيع إحياء آبار البترول القديمة، ومصر لديها كم كبير من هذه الآبار في استخدام هذه التكنولوجيا. الحاجة الثانية أن احنا النهاردة عملية توطين الأساليب الحديثة أو نقدر نقول التكنولوجيا ترانسفير أو نقل التكنولوجيا الحديثة بالنسبة لاستخدامات الغاز في مصر وفي الدول العربية المنتجة للغاز. احنا عارفين أن الغاز هو مصدر أساسي لعمليات الطاقة الكهربائية، ولكن هو في نفس الوقت الغاز ممكن استخدامه على نطاق واسع موضوع الأسمدة، والأسمدة القيمة المضافة بتاعتها قيمة كبيرة جدا، ونستطيع من خلال ترشيد استخدام الغاز فأنه لا يكون فقط مجرد شيء يحرق لإنتاج الطاقة أو يسال لتصديره، أن احنا نقوم بإنتاج منتج جديد اللي هو اعتماد اليوريا مثلا، بيستخدم أو بيقوم على الغاز ونعظم العائد اللي بيأتي من هذا العنصر الهام. طيب دكتور، يعني وزير البترول طارق الملا في كلمته أعلن عن تطلع مصر لأن تشارك أو مشاركة التعدين في الناتج القومي بنسبة 2% خلال 5 سنوات، في رأيك هل هذه النسبة واقعية ومن الممكن أن تحققها مصر وفي خلال 5 سنوات، أم في وسع مصر أن يعني تحقق نسبة أكبر بما لديها من إمكانيات من هذه الثروة؟ الحقيقة طبعا السيد وزير البترول هو من الوزراء النشطين والمحترفين، ولكن هذه النسبة هي بترتبط بما هو مستخدم الآن في هذا القطاع بالنسبة لعمليات الاستكشاف وخلافه.
والاستخراج. لكن أنا بتصور أنه لو تم استخدام الأساليب الحديثة وزي ما في أساليب أنا اتكلمت عنها بالنسبة لاستخراج البترول، هناك أيضا أساليب حديثة وغير مكلفة لعملية الاستكشاف لغاية عمق 5000 متر تحت الأرض وغير مكلف، وبالتالي نستطيع أن نوجد الخريطة الخاصة باحتياطات البترول والنفط والمعادن باستخدام هذه الطريقة البسيطة. وأنا تحت أمر أنا يعني أي حد ممكن يتواصل معايا، لأن عندي هذه الطريقة وأقدمها للدولة فورا، وهي زي ما قلت لك هي تكنولوجيا غربية. وبالتالي فهذه النسبة أتصور أنه لو تم استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الاستكشاف والإنتاج ستزداد وقد تصل إلى ما يقرب من 10%. شكرا لك دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا عبر الهاتف. كما ينضم إلينا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي لسياسات الأمن القومي. دكتور مدحت أهلا بك. دكتور مدحت، في رأيك ما هو المأمول من المؤتمر الدولي العربي الدولي للثروة المعدنية، خصوصا مع تسلم مصر رئاسته للمرة الثانية، كانت قد تسلمته للمرة الأولى في تسعينيات القرن الماضي، في رأيك ما هو المأمول والمنتظر أن تقدمه مصر لنفسها وللدول العربية حتى نعظم الاستفادة من هذه الثروة الموجودة في بلادنا العربية؟ هي طبعا المزايا الأساسية في البداية من هذا المؤتمر ونقل المعرفة والخبرة ما بين الدول المختلفة، نقل قصص النجاح في عملية الإنتاج بشكل عام للمواد المعدنية والثروات المعدنية، مش فقط التنقيب، وخاصة في عمل أو في إضافة قيمة مضافة، وده أمر مهم للغاية حتى لا يتم تصدير هذه المواد أو بيعها حتى في السوق المحلي خام. يجب أن يكون هناك مرحلة ثانية أو ثالثة أو منتج كامل تم الصنع. وأعتقد أن لدينا قصتين نجاح واضحين في هذا المؤتمر: المملكة العربية السعودية التي أصبحت تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في إنتاج الأسمدة، ومصر التي أصبحت الآن مركز للغاز وعمليات الغاز وتسهيل الغاز الطبيعي وعمل إضافات مختلفة من خلالها بتضيف قيمة مضافة وتصبح مركز دولي الغاز حد ذاته. ده بيدينا انطباع بأن من الممكن أن يكون هناك تكامل بالمزايا النسبية لكل دولة من الدول، لأنها تستطيع في النهاية أن يكون لديها منتج تام الصنع حتى لو بالتعاون ما بين أكثر من دولة من هذه الدول طبقا للمزايا النسبية التي تتمتع بها. طيب دكتور مدحت، يؤخذ على عديد من الدول العربية عدم وجود التشريعات الجاذبة للاستثمارات التي تعظم الاستفادة من الثروة المعدنية الموجودة في الدول العربية، في رأيك إلى أي مدى التشريعات في الدول العربية مواكبة أو متطورة للحد الذي تسمح بتعظيم الاستفادة من هذه الثروة؟ لا، هو طبعا الجانب التشريعي أمر مهم للغاية، لأن موضوع الثروة المعدنية هي موارد دولة يعني بقى لها عشرات السنين لا تستغل بالشكل الأمثل في معظم الدول العربية. احنا على سبيل المثال عندنا مصر عندنا قانون هو قانون المناطق الاقتصادية الطبيعة الخاصة. القانون ده بقرار من السيد رئيس الجمهورية تم صدوره بمنطقتين اثنين. المنطقة الأولى هي الهيئة الاقتصادية الثانية قناة السويس، والمنطقة الثانية هي منطقة المثلث الذهبي. يمكن كثير من المصريين ما مركزوش مع ما هي منطقة المثلث الذهبي. هي منطقة في صعيد مصر تصل إلى حدودنا ومنطقة البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد تصل إلى خط عرض 22 الحدود الجنوبية لمصر. هذه المنطقة أصبحت الآن منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وده في حد ذاته بيدي قوة جذب للمستثمر ليستثمر في هذه المنطقة، لأن كافة الإجراءات القانونية لعملية الاستخراج والتنقيب والتصنيع وخلافه بتصبح متاحة وخلال 5 أيام عمل فقط لا غير، كما هو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وده في حد ذاته اختصار غير مسبوق كثير من الدول العربية. وأيضا بالنسبة لمصر بالمقارنة بمناطق أخرى، إحنا قانون الاستثمار أقصى طموحنا كان إنه ياخد كل تصاريحه وتراخيصه وخلافه خلال 60 يوم. قضية ذات الطبيعة الخاصة التي تخضع على هذا القانون
خمس أيام عمل فقط لا غير، لأن مجلس إدارة المنطقة له كافة الصلاحيات اللي موجودة في كافة وزارات مصر. طيب دكتور، مما يعني يحرم العديد من شعوب الدول النامية التي تمتلك ثروات معدنية هائلة الفساد، كيف يمكن للدول العربية أن تقوم بمكافحة الفساد الذي ربما يشوب العمليات التي تستمر خلال عمليات البحث والاستكشاف ويعني ترسية عطاءات على بعض الشركات للاستفادة من الثروة المعدنية الموجودة في الدول المختلفة؟ هو بالتأكيد الفساد هو يعني شر بيقوم على يعني عايز اقول استهلاك كافة موارد الدولة وتسربها الى مصارب الفساد. واحنا بالتأكيد عندنا في مصر هنا على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي مهمة قوي ان جميع الدول العربية انها تضع لنفسها استراتيجية وطنية بتبقى منبثقة من الاتفاقية الدولية أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. احنا عندنا هنا في مصر هذه الاستراتيجية كانت لم تفعل بالشكل الكافي على مدار سنوات سابقة، حاليا بتحظى باهتمام السيد الرئيس شخصيا، يمكن رئيس هيئة الرقابة الإدارية كان لسه بيعرض على السيد الرئيس من 3 أيام بالضبط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وأن احنا نستعيد فعاليتها على الأرض. هذه الاستراتيجية لو طبقت أعتقد أن هيبقى في طفرة في مصر كلها، مش فقط في قطاع الثروة المعدنية أو البترول، لأنها بتقنن وتضع قواعد للحوكمة تجعل من الصعب أن يكون هناك منافس فساد. وإن شاء الله الفترة اللي جاية يمكن البرلمان هيبقى له مناقشات في هذا الأمر، لأن احنا تناقشنا على مدار 3 سنوات كنا بنضغط بقوة علشان تطبق هذه الاستراتيجية. شكرا لك. نعم شكرا لك سيادة النائب مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي لسياسات الأمن القومي، كنت معنا عبر الهاتف. بمركز مصر للمعارض الدولية الفترة من 3 وحتى 5 من ديسمبر 2018 إيدكس 2018. تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس نظر 6 تقارير للجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل 11 لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة. يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث نائب الرئيس اليمني ومسؤولين في الحكومة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض. تأتي زيارة جريفيث للرياض بعد أيام من زيارته لصنعاء والحديدة، حيث أجرى محادثات مع قيادات ميليشيا الحوثي. ويسعى جريفيث من خلال هذه اللقاءات إلى تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام مرتقبة في السويد مطلع ديسمبر القادم. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اكتشاف وتفجير 86 لغما بحريا منذ بداية العمليات العسكرية. كما سيطرت قوات من الجيش اليمني على مواقع جديدة ومرتفعات تطل على الطريق الرابط بين مدينة أشريجة في شمال لحج ومدينة الراهدة جنوب تعز، وأحكمت سيطرتها على التباب المحيطة بالجبل المدور الاستراتيجي. من جانبها واصلت ميليشيات الحوثي قصفها لمنازل المواطنين في أحياء وقرى محافظة الحديدة غرب اليمن.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عادل الشبحي الصحفي والمحلل السياسي اليمني. سيد عادل، بعد التحية، ما هو المأمول أن يخرج به لقاءات مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث مع نائب الرئيس اليمني ومسؤولين في الحكومة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض؟ حياكم الله وحيا الله جميع المشاهدين. أهلا بك. مارتن جريفيث زار صنعاء وزار الحديدة لأول مرة، يزور مدينة الحديدة، والذي أتت هذه الزيارة بعد مساعي وجهود أيضا دولية قدمتها وظهرت على الساحة من قبل سواء بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية عبر دبلوماسيهم ومسؤوليهم والتصريحات التي سبقت هذا الجهد والتأكيد على بداية المشاورات في بداية شهر ديسمبر. كل المتابعين والمراقبين يأملون في أن هذه الجهود تحقق نتائج يستفيد منها الشعب اليمني أو تنهي معاناة الشعب سواء في الشمال والجنوب. لكن تعودنا دائما من أن الأداء الرخو من الأمم المتحدة والتساهل مع مجرمية الحروب وتجار الحروب، وخصوصا الذين أعلنوا هذه الحرب وشنوها وانقلبوا على السلطة، وكذلك أيضا تعودنا أن الجماعة الإنقلابية والجماعة الحوثية لا تؤمن بالعمل السياسي، وهي لا تؤمن إلا بالمشروع الطائفي والمشروع الديني الذي تحمله والاصطفاء التي تشعر بأنها صاحبة حق في حكم اليمنيين. هذا الأمر الذي نحن جميعا نتشائم من عدم إحداث يعني في رأيك حدود. طيب في رأيك سيد الشبحي، ما هي ملامح أو مظاهر هذه الميوعة أو التساهل من جانب الأمم المتحدة مع قيادات وأفراد ميليشيا الحوثي؟ هي للأسف الشديد ليست في ملف اليمن لوحدها، كل الملفات التي تواجدت بها الأمم المتحدة لم تكن حازمة ولم تكن صاحبة حزم في التعامل مع الأطراف، ولكن هناك مسؤولين عرب ودوليين أثنوا ودعموا الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن جريفيث. الجميع يدعم أي جهود تفضي إلى السلام، لكن التجارب السابقة توحي لنا هكذا يا أخي الكريم أن الأمم المتحدة هي التي أشرفت على وصول الحوثيين إلى صنعاء وانقلبوا على السلطة، وكذلك ساهمت على توقيع ما يسمى اتفاق السلم والشراكة تحت تهديد السلاح، والذي ألزموا فيه الرئيس عبد الرب منصور هادي بالتوقيع عليه في صنعاء. وهذا أمر يعني يختلف مع كل القرارات والمرجعيات الأممية. الأمم المتحدة كان أداءها إشرافيا بطريقة مكنت هذه الجماعة حتى وصلت إلى صنعاء، وعندما مؤخرا عندما اجتاحت ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة السهامية والقوات المشتركة ووصولها على مشارف ميناء الحديدة وسيطرتها على بعض الأحياء في مدينة الحديدة، جاءت إيقاف الحرب بطريقة لا تتوافق، والتعنت والصرف الذي تبدي هذه الجماعة خلال السنوات الماضية. شكرا لك عادل الشبحي الصحفي والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عفوا عن الطالب البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وأعلنت أنه سيغادر البلاد بعد استكمال الإجراءات. كانت الإمارات قد عرضت تسجيل فيديو يعترف فيه هيدجز الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهم تجسس كدليل إدانة، وصدر الحكم على هيدجز الأسبوع الماضي بعد القبض عليه في 5 مايو الماضي بعد زيارة دراسية مدتها أسبوعان، في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي بأنها مخيبة للآمال. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا يبحث خلاله التصعيد العسكري بين موسكو وكييف إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم أنه سيقترح على البرلمان إعلان الأحكام العرفية في البلاد. يأتي هذا فيما أعدت موسكو فتح مضيق كيرتش،
وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف تظاهر العشرات أمام السفارة الروسية، وردد المحتجون شعارات مناهضة لروسيا، واعتبروا إقدام روسيا على احتجاز سفن أوكرانية بمثابة عمل عدواني. بوادر أزمة جديدة توشك أن تنفجر بين روسيا وأوكرانيا، أو لعلها تفجرت بالفعل. موسكو منعت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية من دخول بحر أزوف عبر مضيق كيرتش الذي يفصل بين القرم وروسيا، بوضع سفينة شحن ضخمة أسفل جسر تسيطر عليه روسيا. تأكد أن الاتحاد الروسي لا يسمح بالمرور الحر للسفن عبر مضيق كيرتش إلى بحر أزوف. العالم بأسره يرى ذلك، كما أن الاتحاد الروسي ارتكب أعمالا عنيفة وعدوانية ظاهرة للعيان. 4 سفن من أنواع مختلفة تابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي وواحدة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي بدأت مناورات خطيرة لكي تعترض سفننا. من المؤكد أن هذا مثل انتهاكا لما نص عليه القانون البحري الدولي من المرور الحر في المضايق. وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه تحرك لأن السفن الأوكرانية دخلت بصورة غير قانونية للمياه الإقليمية الروسية وتجاهلت التحذيرات وقامت بمناورات خطرة، مضيفا أن 3 بحارة أوكرانيين أصيبوا في الواقعة لكن حياتهم ليست في خطر. وتطالب موسكو بسيادتها على المياه قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014. الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو دعا على الفور إلى اجتماع لكبار قياداته العسكرية والأمنية مساء الأحد لبحث الوضع. وفي أول رد فعل عالمي دعا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي كل من روسيا وأوكرانيا إلى سحب فتيل التوتر في بحر أزوف، مطالبا موسكو بأن تضمن مجددا حرية العبور في مضيق كيرتش. الاتحاد الأوروبي طالب الطرفين بالتصرف بأقصى درجات ضبط النفس من أجل خفض حدة التوتر فورا. يأتي الحادث بعدما اتهمت كييف والبلدان الغربية روسيا في سبتمبر بأنها تعرقل مرور السفن التجارية عبر مضيق كيرتش، الطريق البحري الوحيد إلى بحر أزوف. وبدأ حرس الحدود الروس مطلع العام 2018 توقيف سفن تجارية لإجراء عمليات مراقبة وتفتيش. أدان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام العملية الإرهابية التي وقعت اليوم في وسط الصومال، حيث استهدف متطرفون مركزا دينيا صوفيا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا. وأكد مفتي الجمهورية أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى دائما إلى التخريب وسفك دماء الأبرياء لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. كان مسلحون من حركة الشباب الصومالية المتشددة قد هاجموا المركز وقتلوا رجل دين و17 من أتباعه بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحركة. أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن هجوم استهدف قافلة أمنية في إقليم فراه غربي أفغانستان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 من أفراد الأمن وتدمير 4 سيارات تابعة للشرطة، حيث أفادت المستشفى الإقليمي بأفغانستان بأنها استقبلت 22 جثة و5 مصابين من رجال الشرطة معظمهم في حالة حرجة. تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع أعضاء حكومتها، كما ستقدم إلى النواب البريطانيين تقريرا عن القمة الأوروبية التي صادقت على معاهدة الانسحاب والإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد قالوا إن الخطة المتفق عليها مع رئيسة الوزراء البريطانية هي أفضل ما يمكن لبريطانيا الحصول عليه، في تحذير للبرلمان البريطاني من رفض الاتفاق. بعد 2 سنين من المفاوضات تعرضت فيها لانتقادات كثيرة وخسرت عدد من وزرائها غير الراضين عن طريقتها في إدارة هذا الملف، خرجت تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية منتصرة من معركة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد توصلت إلى اتفاق يتيح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد دون كوارث، ومن الاتفاق على إعلان يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المستقبلية بين الطرفين. لكن انتصارها الشخصي هذا ما زال معلقا، إذ أنه يفترض أن يعرض الاتفاق في ديسمبر على مجلس العموم، حيث تحظى رئيسة الوزراء بغالبية ضعيفة ولا يخفي عدد من النواب رغبتهم في الإطاحة بها.
ويتوقع أن يصوت النواب على خطة ماي بحدود 10 ديسمبر، ويتوقع عقد قمة للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من ذلك الأسبوع. إذا صوت البرلمان ضد الخطة فإن البلاد معرضة لخطر الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وذلك يعني قطع العلاقات فجأة مع أقرب شركاء بريطانيا التجاريين، ويثير مخاوف من تعطل الرحلات الجوية ونقص الأدوية وتعطل الموانئ والطرق السريعة. ولهذا في حال رفض البرلمان الخطة فقد تتوجه ماي إلى بروكسل بهدف تحسين عناصر في الخطة للحصول على تأييد لها في بلادها. العديد من وزراء الحكومة البريطانية والدبلوماسيين الأوروبيين يعملون على اقتراحات هذه الخطة البديلة، وتردد أن وزراء كبار يضعون تصورا للعلاقات مع بروكسل يشبه المطبق مع النرويج، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي لكنها عضو في السوق الأوروبية الموحدة. البقاء في السوق الموحدة خيار قائم قد يحصل على الأغلبية في البرلمان ويمرر في تصويت ثاني. لكن في حال فشل هذا المسعى فقد يلجأ نواب البرلمان المحافظون للإطاحة بماي من زعامة الحزب، وسيتطلب ذلك تقديم 48 نائبا يمثلون 15% من كتلة الحزب البرلمانية طعنا، وبعد ذلك تدعم الأغلبية منافسا لها. لكن يمكن لرئيسة الوزراء كسر الجمود البرلماني بالدعوة إلى انتخابات عامة شريطة دعم ثلثي جميع النواب. في نهاية المطاف بوسع أغلبية بسيطة من النواب الإطاحة بحكومتها في تصويت بحجب الثقة قد يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة في حال وافق النواب خلال أسبوعين وإلا تجرى انتخابات. نشرتنا متواصلة معكم مشاهدينا، ونتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد. إعادة فتح نقاط العبور بين المكسيك والولايات المتحدة بعد إغلاقها إثر محاولة مهاجرين من أمريكا الوسطى اقتحامها. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية. جريفيث يزور الرياض لبحث الأزمة اليمنية مع مسؤولي الحكومة الشرعية. احتجاجات في أوكرانيا على احتجاز روسيا 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث الأزمة. الآن مشاهدينا الكرام موعد أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع مجد القاضي بعد الفاصل. مشاهدينا أهلا بكم، وقفتنا الاقتصادية في البانوراما، وفيها زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 11.2 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام، مع زيادة الصادرات المصرية بنحو 40%. أهلا بكم مجددا. أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الصينية نمو حجم التجارة بين مصر والصين بنسبة 30.9% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر، لتصل إلى 11.2 مليار دولار أمريكي. ووفقا للبيانات فقد زادت الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 39.2% لتسجل 41 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات الصينية لمصر 9.78 مليارات بزيادة 29.7% على أساس سنوي. أعلن سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راشكوف بأن فلاديمير كولتوفيتش وزير مكافحة الاحتجار والتجارة البيلاروسي سيترأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة 5 للجنة المشتركة.
وأوضح راتشكوف أن اجتماعات ستعقد يومي 28 و 29 من الشهر الجاري بالقاهرة، مشيرا لأن أن وفد بلاده سيضم 28 مسؤولا لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة. وأشارت السعيد خلال فعاليات الدورة 22 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن التحول الرقمي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة يعد المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي واستشعار العالم كله والمواطن بكم الإصلاحات على مستوى الاقتصاد القومي. ونتحول إلى البورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها خلال تعاملات مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.25 مليار جنيه من قيمته ليسجل 743.8 مليار. أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ. وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب المزيد من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعاً في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقاً لسياستها المالية. استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار محافظ أسوان أحمد إبراهيم، وناقش الجانبان المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح محافظة أسوان، ومن بينها أعمال تحسين الأرصفة في عدد من محطات السكك الحديدية ورصف عدد من الطرق، كما تم التطرق إلى مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية. مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد في البانوراما. عودة للقراءة السياسية عقب الفاصل مع زميلي شهاب شعلان. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية أنها ستقوم بترحيل 500 مهاجر بعد محاولتهم اقتحام الحدود الأمريكية بصورة غير قانونية. في غضون ذلك أعلن حرس الحدود الأمريكي أنهم أعادوا فتح نقاط العبور بين مدينتي تخوانا المكسيكية وسان دييغو الأمريكية بعدما أغلقتها لبعض الوقت إثر محاولة مئات المهاجرين اجتياز الحدود لدخول الأراضي الأمريكية، لكن حرس الحدود تصدوا لهم بالغازات المسيلة للدموع. بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ولفيف من الوزراء والسفراء، افتتح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة احتفالية زايد في قلوب المصريين بمناسبة مرور 100 عام على ذكرى ميلاد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. بمشاركة كبار رجال الدولة والمسؤولين في مصر والإمارات العربية المتحدة، انطلقت احتفالية زايد في قلوب المصريين. تلك الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الأهرام بالتعاون مع سفارة الإمارات لدى القاهرة بمناسبة العيد المئوي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. هذه الاحتفالية اللي شرفت مؤسسة الأهرام بتنظيمها هي هدية من الشعب المصري إلى الشعب الإماراتي في مئوية الشيخ زايد، عرفانا وتقديرا لهذا الرجل الذي أحب مصر والمصريين قولا وفعلا في كل المواقف. زايد في قلوب المصريين، وبهذا الوجود الكبير حقيقة على يعني رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير جدا من الوزراء والمفكرين ومحبين زايد الله يرحمه، ففعالية كانت حقيقة أكثر من رائعة. شكرا لمصر وشكرا للمصريين المحبين لزايد مثل ما حبهم زايد دائما.
وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي لمشوار كفاح الشيخ زايد رحمه الله ودوره في رسم سياسة عربية مخلصة. الاحتفالية طبعا تعتبر جزء رمزي يعني يشير إلى عمق العلاقة المصرية الإماراتية، وطبعا بما أنها بتتحدث عن ماضي العلاقات فهي مش مجرد بس احتفال، ده هو الماضي العلاقات، ده هو اللي بيؤسس للحاضر وللمستقبل بالنسبة للعلاقات، إنه المنطقة في حاجة إلى العمل العربي المشترك، وهيكون ركزته دائما دولة الإمارات العربية ومصر. يأتي احتفال مصر بمئوية الشيخ زايد تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة، وإعلان عام 2018 هو عام زايد تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. من مصر من أرض العروبة تنطلق الاحتفالات الخاصة بمناسبة مرور 100 عام على مولد حكيم العرب مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، تقديرا وعرفانا لدوره ومكانته ومواقفه الجليلة تجاه مصر والأمة العربية، ما جعل اسمه محفورا بحروف من ذهب في قلوب المصريين قيادة وشعب. أمل صبري، النيل. نشرتنا متواصلة معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الرياضة: جهود مكثفة لإنهاء أعمال التجديد بالأقصر تمهيدا لافتتاح مواقع أثرية في اليوم العالمي للآثار. أهلا بكم من جديد. تشهد مدينة الأقصر عمليات ترميم مكثفة لإكمال خطة تجديد عدد من المواقع الأثرية المهمة، إضافة إلى استكمال عمليات تجديد طريق الكباش القديم الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، تمهيدا لافتتاحها جميعا بالتزامن مع اليوم العالمي للآثار والمواقع في 19 من إبريل المقبل. على مدار الساعة يعكف خبراء أثريون على إتمام أعمال التجديد في عدد من المواقع الأثرية في مدينة الأقصر. إنها عملية ترميم معبد الكرنك، تلك المساحة الأثرية المفتوحة الأكبر في العالم التي تضم العديد من المواقع المقدسة لدى قدماء المصريين والمعابد المخصصة لآلهة مصر القديمة وطرق تحيط بها تماثيل أبو الهول من الجانبين، إضافة إلى المسلة الشهيرة. نقوش جدران المعابد بدت تنطق بألوانها النابضة بالحياة، وبعد أعمال التنظيف والتجديد لن يتبقى سوى خطوات بسيطة مثل سد أي ثقوب أو تشققات في الجدران وتوثيق العمل بأكمله. طريق الكباش تم رصفه بالكامل ببلاطات من الحجر الرملي كي يتيح للمعاقين السير عليه دون عناء. وزير الآثار المصري خالد العناني والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى الوزيري قاما بجولة تفقدية في الموقع لمراجعة الأعمال. وأكد الوزير أن المجمع أصبح جاهزاً الآن لاستقبال الزوار ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تمهيد طرقه لاستيعاب واستقبال الأشخاص الذين يتحركون باستخدام الكراسي المتحركة. معابد الكرنك هنا مؤهلة بالكامل، عملنا ممرات، عملنا مشيات كلها تتناسب مع ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة إنهم يقدروا يزوروا أي حتة داخل معابد الكرنك. العمل لم يتوقف، وإن شاء الله هيتم الإعلان عن افتتاحه رسمياً احتمال بإذن الله تعالى في 18 أبريل 2019 وهو يوم التراث العالمي. وأضاف أن المشروع سيشمل جميع المواقع الأثرية في مدينة الأقصر، وهي موطن لمعبدي الكرنك والأقصر اللذين يتمتعان بشهرة عالمية. ومع استمرار العمل بدون توقف من المقرر افتتاح المواقع التي تم تجديدها وافتتاح معبد إبت رسميا في 19 من إبريل المقبل خلال اليوم العالمي للأثار والمواقع. ومن المتوقع أيضا أن تكتمل عمليات التجديد الخاصة بطريق الكباش القديم والذي يربط معبدي الكرنك والأقصر في نفس التوقيت تقريبا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية. جريفيث يزور الرياض لبحث الأزمة اليمنية مع مسؤول الحكومة الشرعية. احتجاجات في أوكرانيا على احتجاز روسيا 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث الأزمة. ختام النشرة، إلى اللقاء.